مرحبا معلم جريوس. اهلين وسهلين. كيفك؟ والله الحمد لله تمام. اهلا. قديش داب اليوم؟ بدك تبيع ولا بدك تشتري؟ بدي بيع. افوت تفضل لك ان شاء الله. اكيد هدول الست الوالده وبعتك لحتى تبيعون عندي ما هي؟ ايه ورثه من اهلها. وصول المهنه لك ابني انه يكون معك وصل فيهم، بس طبعا انتم ما انكم غرباء. اهلا وسهلا فيك وسلمني على الست الوالده كثير تبقى. الله يسلمك. قديش الذهب اليوم؟ عيار 18 ب 12 ليره و3 فرنكات، وعيار ال 21 ب 14 ليره ونص. مرحبا عمو. اهلين يا عيون عمو. خلصتوني طوقي؟ لون ما خلصته طبعا خلصته. تفضل يا عمو. وهذا الطوق انتبه عليه منيح لانه مصنوع بطريقه ممتازه جدا. طيب وقديش كلف؟ ليرتين عمو بس، لانه غيرت القفل تبعه كان مكسور. شكرا شكرا. اهلين عيوني، مع السلامة. معلم جوليوس برجع لعندك انا. لك شو ترجع ما ترجع؟ ايه شباب الروك اند رول شباب صايع الله وكيلك. مرحبا. اهلين، مين حضرتك؟ يمكن انت ما بتعرفيني بس انا بعرفك، صفاء مو هيك؟ عفوا، انت منين بتعرف اسمي؟ انا رفيقه لاحمد. احمد؟ عن جد؟ يعني انت كنت مسافر معه بالخليج؟ ايه، انا الي اسبوع راجع، بس ما تقطع الجو هنيك، فقلت لحالي برجع لهون وبظبط اموري. واحمد كيفه؟ شو اخباره؟ زمان ما بعثت رسائل. أكيد أنت رفيقه بيكون حكى لك كل أسراره. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك شغلة، بدها قعدة وقعدة طويلة. هيك لك؟ على العموم أنا كنت حاسة من زمان إنه مشاعره كذابة. يلا منيح من حظك إنه انكشف قبل ما تتجوزوا. تعرف وائل، يا الله بعتك إلي مشان تنقذني باللحظة المناسبة. أنا كنت مخدوعة فيه لأحمد، مخدوعة. كان قلبي حاسسني قبل ما أسافر. والله طلع الشعر على لساني وأنا أقول له دير بالك يا أحمد، صفاء جوهرة ما بتتعوض، بس ما في حدا لحدا. ولك حتى لما كان هون كان عنده هاي الحركات. مرة كان عندي رفيقة اسمها سعاد. سعاد؟ تعرفها؟ سعاد ما غير رفيقتك؟ حكى لك عنا؟ يخرب بيته ما احقره ما اطار. هي سعاد رفيقتي كان يروح يشوفها من ورا ظهري. تصور. بعرف، حكالي بالتفصيل، بس ما قال لي انه هي رفيقتك. الجبان كان دايما يبعث لها رسائل وانا اقول له دير بالك يا احمد، سعاد مو إلك، عندك خطيبة بتقول للقمر قوم لأقعد محلك. بس عبس، كأني عم بحكي مع حيط. أنا الحق علي، اضرب. أنا شو غشيمة اضرب. كنت دائما أقول يا بنت لا تغلطي، هذا خطيبك وهي رفيقتك، لا تخلي الشيطان يلعب بقلبك. محرم هالعيون يبكوا، ما بيستاهل واحد مثل هاد تبكي مشانه. ما بعرف شو بدي اقول لك. شكرا يا وائل، شكرا كثير لك. شكرا لاحمد لانه هو سبب معرفتي فيك. حبيبتي. حبيبي. رح اعمل المستحيل لخليكي اسعد انسانه بالعالم. رح سخر حياتي لخليك اسعد رجل بالعالم. انتي احلى صدفه بحياتي. واخر صدفه. واخر صدفه.
بس ما في سفر على الخليج. حدا بيكون قاعد بالجنة وبسافر؟ خايف يكون هذا حلم واصحى منه. غمضي غمضي عيونك. معقولة بسرعة؟ ما عاد فيني استنى. يا الله يا صفاء، لو بتعرفي من ايمتى انا بحبك. واخيرا يا وائل انا الك وانت الي. بحبك بحبك. اليوم فراس يقبر قلبي ان شاء الله. دق لي التليفون، عم بنق علي تروح لعنده تعمل العمليه. لازم تروحي انت وفراس. مشان الله يقبر فراس، خلينا نروح لعنده. منه منشم هوايات نضاف، ومنه انت بتعمل العمليه وبترجع معافى باذن الله. مثل الاول واحسن. شو بدنا نضحك على بعضنا؟ لك يا صفاء، راحت الصحه ما ضل بالعمر الا كم يوم. ولا غلاظة يا وائل، لا تحكي لا تلحكي. معقولة تتركني لحالي؟ لكن معقول اخذك معي. هيدي الشيء عن قلبك وعن قلبي. صفاء، بتذكري أول مرة شفتك فيها؟ طبعا بتذكر. يعني أنت عن جد حبيتيني ولا أخذتيني مجاكرة بالمخطوب أحمد؟ استغفر الله العظيم، لسه عم تحكي بنفس الموضوع؟ لساتك متذكره لأحمد؟ لسه ما نسيته؟ داويني حبيبي. أنا أخذتك إلك لأني حبيتك، ومو جكارة بهذا ضراب السخن أحمد مدري مين. الحمد لله الحمد لله يا ربي. وائل، أنا حاسستك من أول ما مرضت. الله يعافيك. في شي بدك تقول لي إياه وما عم تقوله؟ صح اللي عم حسه ولا أنا غلطانة؟ بدك تقلي ولا سر؟ بدي لك، بس خايف تزعلي. احكي وائل احكي، دخيلك بعد هالعمر ما في شي بيسهل. بس هي كذبة، عمرها 35 سنة. يعني من اول ما تعرفنا على بعضنا؟ ايه. اول مرة شفتك محل الصاغة ما كنتي عم تصلحي الطوق، انتبهت لاسمك عليه، اسمه المغضوب احمد. ايه وقتها قلت لك انه انا رفيقه لاحمد، تتذكري؟ تذكر. ايه انا ما بعرفه لاحمد، بحياتي ما شفته. انا حبيت اتعرف عليكي، أنا اضطريت إبسي. بس والله بصراحة أنا لا بعرف أحمد ولا سعاد ولا بعمري سافرت للخليج، وكل شي حكيت لك يا كذب كذب. بس مشان الله سامحيني صفاء. كذبت علي يا وائل. والله
والله ما كنت بعرف انه هالكذبه رح تفتح لي ابواب الجنه وتعيشني احلى ايام حياتي. قلتي لي انك رميت الطوق بالزباله؟ ايه ما بقدر ارمي، هذا غالي على قلبي كثير. معناتها انت ما نسيتي احمد، ساعتك بتحبي. بك يا مجنون، هذا الطوق تبع ستي صفاء الله يرحمها. ايه هذا طوق ستي عطتني اياه قبل ما تموت، لانه ذكرى خطبت على جدي احمد الله يرحمه. جدك احمد؟ يعني ما كان عندك خطيب اسمه احمد؟ لا. يا كذابة يا حقيرة، انت عم تكذبي علي؟ Oh!